مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان حلقه جديده النهارده من حلقات من جدا النهارده الاثنين بنبقى معاكم كل يوم اثنين وكل يوم اربع من الساعه 12 للساعه واحدة بنتكلم في كل حاجه تخص الاسره مش المراه بس لكن طبعا بنحاول نسلط الضوء على اكتر النقط اللي تهم المراه اكتر الحاجات اللي تقربنا من ربنا اكتر الحاجات اللي تهمنا في تربيه ولادنا اكتر الحاجات اللي ممكن ولادنا يتعرضوا لها واحنا كمان في علاقاتنا بالاخرين كلهم نتعرض لها كل ده بنتكلم فيه في من يجدها طبعا المطبخ والموضه الشعر الاهتمام بالمراه بشكل عام مهم جدا نتكلم فيه في من يجدها النهارده بقى احنا معانا موضوع مهم جدا 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 لابعد الحدود النهارده معانا موضوع عن الاخطاء اللي بيحصل او اللي بتحصل ما بين الزوج والزوجة بمعنى انه في اخطاء بتبقى آه بتتم آه من الزوج تجاه الزوجه ومن الزوجه كمان تجاه الزوج اوقات كتير الزوج بيتعامل في بعض الامور بشكل خاطئ بمعنى انه مثلا آه زوجته من النوع الغيور مثلا فبيتم التعامل مع الزوجه دي بشكل يزود من غيرتها فبالتالي بيحصل مشاكل كبيره في البيوت اوقات كتيره الزوجه بتشتكي طول الوقت من التجاهل اللي بتلاقيه من الزوج فنلاقي ان الزوج بيقول لا انا مش بتجاهلها طبعا لكن انا طبيعتي كده اوقات كتير نلاقي الزوجه بتتكلم في فكره انه انا جوزي ما بيتكلمش وما بيقوليش كلام حلو لما بيلاقيني شكلي حلو وانا نازله لما بيلاقيني راحه مناسبه لابسه كويس شكلي قاعده في البيت كويس ما بيقوليش كلمه حلوه ونلاقي الأزواج يردوا يقولوا احنا مش بتوع كلام حلو وهي عارفه كده كويس في مشاكل كتير بتحصل في البيوت بتلاقي بقى الناحيه الثانيه كمان عند الزوجه مشاكل كتير من اولها مثلا ومن اكتر الحاجات اللي الزوج بيشتكي منها عدم احترام الزوجه اوقات كتير للزوج ده عدم التعبير بشكل صحيح عن احترامها ليه الكلام الكتير لانه تعرف عننا يعني كسيدات اننا كلامنا كتير بنحكي كتير مع كل الناس ايه اللي ينفع نحكي فيه وايه اللي ما ينفعش نحكي فيه امتى تعرف الزوجه تتكلم مع جوزها وامتى مفروض انها تعمل كنترول او تتحكم شويه في آه كلامها تستنى عليه شويه ودايما بنقول انه الكلام سهل بس الفعل بيبقى صعب جدا لان الزوجه بيبقى عندها كميه طاقه نفسها تخرجها وتفضيها أو لما بتشوف جوزها فتحس انها عايزه تتكلم طول الوقت الغيره ازاي تبقى غيره مقننه او غيره تعبر عن حب مش غيره تعبر عن شك في حاجات كتير جدا في علاقاتنا ببعض ممكن تسبب فشل للعلاقه دي طبعا اهم العلاقات دي هي العلاقه الزوجيه احنا النهارده ده موضوعنا وخصصناه للحلقه كلها هنتكلم في الجزء الاول عن الاخطاء من الزوج الجزء الثاني هنتكلم فيه عن اخطاء من الزوجه فقره خطوه بخطوه مع طفلك النهارده هنتكلم فيها عن امتى يبدا الطفل في التسنين مع دكتور ايهاب وليام. استشاري الاطفال وحديثي الولاده تعال نخرج نشوف دكتور ايهاب هيقول لنا ايه على موضوع التسنين عند الاطفال ونرجع في اول فقره اللي هى الاخطاء بتاعه الزوج وازاى نعرف كزوجات نتعامل معها عن يوم ورا يوم طفلي بيسنن. التسنين من الظواهر الطبيعيه اللي بتحصل في كل الاطفال. بنقول ان وقت التسنين تقريبا بيبتدي من الشهر السادس. في امهات تيجي تقول يا دكتور انا ابني عنده رياله كتير من الشهر الثاني، انا ابني بيعضعض كتير من الشهر الثالث او من الشهر الرابع. التسنين احنا بنقصد بيه ان السنه تخترق الفك. وتطلع لكن في مرحله تانية احنا مش بنشوفها اللي هي مرحله قبل التسنين اللي هو انا بسميها جدر السنان بيطلع السنه بتطلع جزء منها داخليا ودي فعلا ممكن تبس بقى موضوع التسنين ان السنه تشق بحوالي شهر او اتنين فممكن فعلا الطفل يجي عند سن شهرين او ثلاثة او اربعه جذوره تاكله جذور السنان تاكله يبقى عنده اكلان عايز يعض على الحاجه وفي نفس الوقت دوت يبقى فيه معاه مصاحب لاعراض التسنين ان هو يبقى فيه رياله كتير ممكن تحصل لكن وقت التسنين اللي احنا بنتكلم عليه تقريبا 6 شهور اول سنتين بتطلع من 6 ل 8 شهور كنا بنعتبر ده حاجه مرضيه لو اتأخرنا عن 8 شهور ونروح للدكتور نجري، لكن دلوقتي بعض الكتب بتتكلم ان يعني احنا ممكن وقت التسنين يتأخر لغايه سن سنه، ده ليه؟ عشان احنا مش بنتعرض لشمس كفايه، معظمنا عايشين في مدن عمارات كبيره فمش بنشوف الشمس غير زمان كانوا الناس مثلا عايشين في, في الريف، الشمس كل يوم بيتعرضوا لها، فدي كانت بتساعد ان التسنين يطلع ايه او يظهر بدري. ايه اول سنتين بيظهروا هما السنتين القواطع اللي تحت. دول أول سنتين يطلعوا، بعديهم بشهرين بيطلع القواطع اللي فوق اللي في النص، يبقى اتنين تحت واثنين فوق، ده من تقريباً من 8 ل 10 شهور، ليج من 10 شهور لسنة يطلع الاتنين القواطع اللي على الجنب فوق، يبقى أنا عندي اتنين تحت، بعد كده اتنين تحت واتنين فوق، بعد كده اتنين تحت وأربعة فوق، بعديها عند عمر سنة لسنة وشهرين بيطلع الاتنين اللي على القواطع تحت، يبقى نقولهم تاني، الاتنين تحت، اتنين تحت واتنين فوق، بعد كده اتنين تحت واربعة فوق بعد كده اربعة تحت واربعة فوق طب في اطفال مش بتمشي بالقاعده دي اه في اطفال بتمشي بمزاجها ممكن تطلع تلاتة هنا واتنين هنا ممكن تطلع اتنين هنا واتنين هنا مش شرط ممكن تطلع اللي فوق قبل تحت لكن احنا بنتكلم على معظم الاطفال ان هي بتطلعه امتى لكن الطفل سنتين سابق سنتين مفيش داعي مفيش مشاكل خالص بعد كده بيظهر اول دروس تقريبا عند سن اربع دروس بيطلع عند سن سنه ونص ودايما بيقولوا الاربعه بيطلعوا في وقت قريب لبعض ممكن يطلعوا مع بعض بعديهم بيطلع اربع انياب يبقى احنا عندنا في اربع دروس بعد عند عمر سنتين اربع انياب بعد السنتين عند سنتين ونص يطلع اربع دروس تانيين يبقى احنا كده مجمل الاسنان اللي بتطلع عندنا في الاطفال 20 سنه ال 20 سنه متقسمين على كل فك اربع قواطع اثنين دروس واثنين انياب يبقى كده كل كل فك فيه 10 سنان 10 فوق و10 تحت. العدد الاسنان بتاعه الاطفال هم 20 سنه موجودين لكن الادلت الناس الكبار بعد ست شهور بعد ست سنين لما الطفل يبتدي يغير اسنانه الكبار عندهم 32 سنه. الاطفال الصغيره عندهم 20 الكبار عندهم 32 سنه. طيب امتى او اتصرف ازاي او اعمل ايه عشان ابني ما يتاخرش في السنين يعني جت 6 شهور جت 8 شهور جت 10 شهور ولسه السنين ما طلعتش طبعا اشور راي الدكتور لكن لازم اخد بالي زي ما اتفقت معاكم في في الكلام اللي قبل كده ان احنا ناخد فيتامين د من اول يوم في الولاده فيتامين د ده دا ليه مفعول السحر كنا زمان بنكتب فيتامين د عشان السنان عشان العظم عشان الحركه لكن دلوقتي اكتشفنا ان فيتامين د كمان ليه دور للمناعه وفي دور كمان ليه كمضاد للاكسده فبيخلي المناعه وصحه الجسم والذكاء بتاع الطفل احسن فلو سمحتوا من سن يوم لازم نراعي ان احنا ناخد فيتامين د بانتظام طب انا باخد فيتامين د والاسنان ما بتطلعش اعمل ايه اروح للدكتور واخد رايه يا دكتور انا السنان متاخره الدكتور بيحكم وعنده بارامترز كده مقاييس بيحكي يحكي فيها يقول هل ده طبيعي ولا هل ده مش طبيعي هل حاجه مطمئنه ولا حاجه مش مطمئنه من ضمن الحاجات اللي انا بيتكلم فيها دكاتره دكاتره الاطفال مع الامهات دايما مع فيتامين د اشعه الشمس أشعة الشمس مهمة جدا نعرض الطفل لأول ساعتين في الشمس وآخر ساعتين في الشمس ده بينشر فيتامين د ولو الطفل ابتدى ياكل بنأكله الحاجات اللي فيها فيتامين د زي صفار البيض زي كبدة الفراخ زي الأسماك زي السلمون ده لو كان عدى أول سنة ناخد بالنا كويس من موضوع التسنين الأطفال لأن هو بيديني فكرة عن نمو وتطور ومناعة الطفل لو في أي مشكلة تخص التسنين على طول أرجع للدكتور بتاعي بسرعة كتير جدا علاقات بتفشل نتيجه اخطاء بنقع فيها في بعض الاخطاء بنبقى مش قاصدين نعملها في بعض الاخطاء بيبقى الطرفين قاصدين يعملوها ودي بتبقى المشكله الاكبر بس خلونا النهارده نسلط الضوء على اهم علاقه هي علاقة الزوجيه الزوج والزوجه اللي هما يعني ربنا حطوهم كده بأكليل مقدس عايشين مع بعض اتنين مختلفين كليا وجزئيا يعني جنسين مختلفين رجل وامرأة كل واحد خارج من بيت مختلف كل واحد خارج من تربية مختلفة ثقافة مختلفة تعامل مختلف طباع مختلفة كل،, كل حاجة مختلفة ما بينهم عايشين مع بعض كل واحد ليه أخطائه بس كمان كل واحد لازم يتعامل مع الآخر بشكل يخلي الخطأ ما يؤديش إلى مشكلة كبيرة في البيت ده هنتكلم فيه النهارده هبدا معاك الجزء الاول حالا من حلقتنا بالاخطاء بتاعه الزوج الزوج بيعمل ايه غلط وممكن نتعامل معاه ازاي مع ضيفتنا اللي منورانا جدا وجودها معانا النهارده والاول مره في من يجدها دكتور رندا فاي اخصائيه الارشاد النفسي والاسري ومدرب تنميه بشريه ودعم وتاهيل نفسي وماجستير في الشخصيه وعلاقتها بجوده الحياه دبلومه عامه في التربيه حاصله على كورسات تدريبيه في الدعم والتاهيل النفسي من المؤسسه البريطانيه اهلا بيكي منوراني النهارده خلينا نبدا كده كلامنا ب ايه اللي ممكن الزوج يعمله غلط يسبب مشكله كبيره في البيت في البدايه خالص خلينا نعرف ايه هي الصفات او الاختلاف ما بين الرجل او الزوج والزوجه <applause> احنا ربنا لما خلقنا ما خلقناش كلنا زي بعض طبعا. اول ايه في الكتاب بتقول ليس جيد ان يكون ادم لوحده اخلق له ايه معين نظير مزير. هنقف عند كلمه نظير دي المقصود بيها هنا ان هخلق حد ما يكونش لا أعلى منه ولا اقل منه يكون نظير زيه في كل شيء مم. واحنا دينا عندنا والكتاب اللي عندنا الكتاب المقدس بيقول ما بيقللش من قيمة المرأة بالعكس بيدي لها مكانة حلوة قوي ففي الأول خالص هنحب نعرف الاختلافات ما بين الزوج والزوجة وطبيعة الاختلافات دي وبتوديني لفين اختلافات في ايه دكتور اختلافات في الشخصية اختلافات طباع اختلافات في طريقة التعامل يعني اختلافات في ايه اختلافات في الطبيعة طبيعتي في تكويني تكوينك في الشخصية كزوجة وتكويني في الشخصية كراجل الاختلافات دي ربنا يعني خلاها فينا علشان نكمل بعضنا مش عشان نختلف مع بعض. يعني مش صح الراي اللي بيقول انه احسن حاجه انه الزوج والزوجه يبقوا طباعهم زي بعض بالظبط؟ لا طبعا لو طباعنا زي بعض مش هنقدر نتعامل مع بعض، مش هنقدر نكمل بعض. لازم يكون في اختلاف الزوج مختلف عن الزوجه الزوج يكمل الحاجات اللي مش موجوده في الزوجه. الزوجه تكمل الحاجات اللي مش موجوده في الزوج فنبقى بنكمل بعضينا أمم. ويعني كنا زمان كده من فتره طويله قوي من سنين كتير يعني كان في كتاب طالع كده عمل ضجه كبيره جدا بيتكلم عن الاختلافات ما بين الزوج والزوجه اللي هو مان فروم مارس ومان فروم فينس او الرجل من المريخ وال... والمراه من الزهره اه كوكبين مختلفين, مختلفين. آه هو طبعا احنا كلنا عايشين في كوكب الارض بس هو كان يقصد بيه وقتها انه انت كوكب مختلف وهي كوكب مختلف فالاثنين لما يجتمعوا مع بعض يبقى ده لازم يتعلم حاجات وهي لازم تتعلم حاجات آه طبعا احنا زي ما قلت احنا كلنا بنكمل بعضينا بالاختلافات مش علشان نؤدي لخلافات ايوه طيب انا هسال سؤال دلوقتي كده هل احنا كلنا عندنا مهاره واحده لا دب. طبعا مختلفين في مهاراتنا. طيب ليه طيب؟ ليه احنا مختلفين؟ ليه الراجل مختلف عن الزو عن عن الزوج مختلف عن الزوج او الراجل مختلف عن الست؟ ليه؟ عشان احنا بنقدر نكمل بعضنا عشان نقدر نتقبل الاختلافات بينا نقدر لما ندي حب ندي حب غير مشروط. انا مش بحبك عشان انت فيك حاجه معينه ولا انت بتحبني علشان انا فيا حاجه معينه. لما نتقبل الاختلافات هنفهم طريقه تفكير بعض الحاجة الثانية هنقدر نقلل الخلافات ما بيننا مم. كل ده متوقف نتيجة ان احنا مختلفين عشان احنا بنكمل بعض مش علشان احنا هنختلف مع بعض اعتقد لو لو بقى عندنا آه ثقافة آه ادراك الاختلافات اعتقد في مشاكل كتير جدا هتبقى بالنسبة لنا سهل اننا نعديها لكن احنا بما اننا مش فاهمين قوي ما عندناش الوعي الكافي عن فكره انه انا مختلفه عنك وانت مختلف عني واحنا المفروض نتقبل اختلافات بعض واخطاء بعض فعشان كده بيحصل مشاكل كبيره في العلاقات الزوجيه او في البيوت بشكل عام. طيب خلينا نرجع للنقطه دي وانا هوضحها دلوقتي بجزئيه هنقدر نستفيد منها كلنا. ربنا لما خلق الراجل وخلق الست خلقهم متساويين في القيمه. ومختلفين في الطبيعة بمعنى إيه؟ إن أنا زي زي الرجل ربنا ما قللش من قيمتي ما اداش الرجل مكانة أعلى مني ما خلينيش أنا أقل من الرجل لا خلى المكانة القيمة واحدة لكن خلانا مختلفين في الطبيعة وده إزاي؟ نتيجة التكوين الجسدي للرجل مختلف عن التكوين الجسدي للزوجة أو للمرأة آه نيجي تاني نقول آه ان في بعض الستي... السيدات ما بتحبش تخرج تشتغل ما بتحبش سوق العمل خالص فبتفضل انها تفضل قاعده في البيت دي طبيعه نيجي تاني ما ينفعش الست تخرج تشتغل وراجل يقوم بمهام الست ويبقى هو اللي قاعد في البيت وهو اللي بيراعي الولاد وهو اللي بيظبط الدنيا ما ينفعش فدي كلها اختلافات في الطبيعه نرجع كمان اختلافات في ثقافه مجتمع طبعا. طبعا اه لانه في مجتمعات بتتقبل ده عادي بالظبط في بعض الوظائف تبقى خاصة بالزوج بس وما تصلحش للزوجة دي برضو حسب اختلافنا في الطبيعة طيب اه احنا نرجع ونقول ان الرجل في بعض الصفات الذكورة وفي بعض صفات الانوثة الزوجة او الست فيها اه بعض صفات الانوثة وذكورة ولكن في الراجل بنلاقي صفات الذكورة اعلى طبعا وصفات الانوثة اقل والست صفات الانوثه اعلى وصفات الذكوره اقل. بتبقى صفات يا دكتور ولا بتبقى هرمون اسمه هرمون الذكوره وهرمون الانوثه؟ لا بتبقى بعض الصفات. م. بتظهر عندي بعد كده في في السلوكيات. انا ممكن اخد مني اه طبعا طبعا اتفضلي. شكرا. آه صفات الذكوره بتظهر عندي في آه ان الراجل بيبقى قيادي. م. وهو زمام الامور كلها في ايده تمام آه ونسب الانوثه عنده بتطلع في المشاعر نيجي للسيدات نلاقي صفات الانوثه عندها اعلى بانها ست بتعبر عن مشاعرها عن عواطفها وصفات الذكوره عندها اقل ولكن بتظهر في مواقف مختلفه زي مثلا الزوجه اللي جوزها بيسافر بتبقى هي قايمه بدور الزوج متحمله مسؤوليه كامله وشايله المسؤوليه كامله بالظبط الزوجه اللي جوزها بيسافر السما بتبقى برضو هي شايله المسؤوليه كامله معيله بالظبط آه آه البنت او الزوجه لما تتعرض في موقف وتلاقيها رد رد حاسم رد قوي يثبت شخصيتها دي برضو نسبه لنسبه الصفات الذكوره اللي عندها مم. واحنا كده نسمع في مجتمعنا انت بنت جدعه انت ست تفكير مسترجله لا مش مسترجله ولكن نقول مواقفها مواقف تحسب لها آه. بس في سيدات بيرفضوا فكره او بيرفضوا لفظ انه انه انت ب راجل يعني لا انا اوكي انا انا انثى وما تقليش ب راجل انا انثى ولكن انا بعرف اتصرف كويس بالظبط بالظبط كده طيب نرجع تاني بقى لموضوعنا عشان يعني نقدر نتكلم في اكبر عدد ممكن من الاخطاء ما بين الزوج والزوج عايزه ابدا بالزوج زي ما اتفقنا وقلنا ان هنبدا بالاخطاء بتاعه الزوج لزوج اكتر غلط بيعمل مشكله حضرتك قابلتيه شخصيا من ناس قابلتيهم حد في الارشاد الاسري كان الزوج ده بيعمل الغلطه دي وكانت بتسبب مشاكل كبيره في البيت التسلط والسيطره احيانا طبعا احنا قلنا من صفات الزوج القياده, ان هو قائد احيانا شويه بنخرج بره الاطار بتاعنا ده وتتقلب من قياده من رتبه انها رتبه قياديه الى رتبه سيطره وتسلط يبقى زوج متسلط زوج فارض رايه مش مدي فرصه قدامه ان هو يفهمه ولا يفهم اللي قدامه دي دي احد الاخطاء اللي بيقع فيها الزوج طيب دايما الزوجه بتشتكي من عدم تعبير زوجها عن حبه ليها يعني ما فيش اعجاب بيها طول الوقت ايام الخطوبه بتبقى في الراحه والجايه بيتقال كلام حلو يعني <applause> انت شكلك حلو النهارده انت بتتكلمي حلو برافو عليكي كنت شاطره في شغلك ميرسي تسلم ايديكي على اي حاجه بتعمليها تعبتك معايا كلام حلو طول الوقت حتى لو هي مش عامله حاجه كبيره ولا حاجه فظيعه بعد الجواز بنكتشف حاجه مختلفه بالظبط وبيتم التعامل على انه حق في وكل حاجه بتعملها بتعمل اكل من غير ما تقلها تسلم ايدك ما تيجي تطلب لا عادي ما كل الستات بيعملوا اكلات في البيت انت عملتي ايه مختلف لما تيجي تربي ولادها تربيه كويسه ولادها ينجحوا اوقات كتير في بعض ال... 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 الاماكن النجاح الزوج بيرجعه ليه هو وفشل الولاد بيرجعوا للزوجه فبنلاقي انه مفيش كلام حلو وهي نازله معايا ما كلام كويس ما شويه ان شكلك حلو النهارده حلو مثلا البيرفيوم بتاعك حلو البيت وانت موضباه حلو انك مهتمه بنفسك وبشغلك في نفس الوقت يعني في كلام بتبقى ست محتاجه اه طبعا آه خلينا نتكلم في النقطه دي نقول آه ان الزوج بطبعه بطبيعته هو ما بيعرفش يعبر عن المشاعر والعاطفه اللي عند الزوجه يعني هو عقلاني اكتر لما يحب يعبر عن حبه لزوجته يعبر بمواقف افعال وافعال مش بالكلام بس في ازواج بتعرف تعمل ده كويس قوي مش كتير مش كتير نادرا لما تلاقي حد كده مثلا يترجم حبه في ان هو يساعدها في تنظيف البيت يترجم حبه في ان هو يشتري لها احتياجاتها يترجم حبه بلغات حسيه لغات ملموسه لكن حته الكلام احيانا بتبقى تقيل عليهم صعب عليهم مش داخله في الطبيعه او التكوين او التركيب السيكولوجي ليه طب هو احنا برضو متفقين وسمعنا كتير في المشهوره انه الحب ليه لغات كتير ليه خمس لغات في بعض السيدات اللغه بتاعتها الكلام من الزوج او من الطرف الاخر فبتلاقي هنا حتى لو عمل لها اي حاجه لو كبلها لها هدايا لو ساعدها في اي حاجه لو عبر لها باي شكل من الاشكال عن حبه ليها بحاجه غير الكلام هي بتحس ان مفيش حاجه واصله لها فدي لغه من لغات الحب أمين. فتعمل ايه ساعتها الزوجه او, ي... أو الزوج ممكن يتغاضى ازاي عن الخطا اللي هو وقع فيه ده هي احنا زي ما قلنا في الاول هي طبيعه تركيبه فيه الزوجه تحب المفاجات مم. الزوجه تقدر تعبر عن مشاعرها بالعاطفه الزوج ما يقدرش يعيش قصه حب ويدف فيها ويعبر عنها زي الزوجه طب ما هما ليه فتره الخطوبه بيبقوا مختلفين ما هو ده الراجل هو هو الراجل فتره الخطوبه هو بيحاول يعمل اكبر قدر من اثبات الذات قدامها بعد كده احنا بنقرب اكتر بنلمس بعض اكتر انت بتشوفني بعيوبي وانا بشوفك بعيوبك المعاملات في حد ذاتها بتخلينا نفهم بعض اكتر طبعا الخطوبه ما بتبقاش فتره واضحه بالوضوح الكافي انها تظهر لي كل جوانب شخصيه الراجل هي بتظهر لي جزء معين بس لكن مش كله طيب مشكلة تانية أوقات كتير بنلاقي زوجات بيتكلموا فيها دكتور فكرة التجاهل في التعامل مع الزوجة يعني ممكن يبقوا قاعدين ناس كتير مع بعض هو مش مدي الزوجة الاهتمام الكافي اللي هي بتحتاجه وتستحقه قدام مثلا الناس أو ما بينهم حتى وما بين بعض الإهمال ده أو غلطة ينفع نقولها غلطة بيقع فيها الزوج ولا هي ما إهمال أصلا الزوجة فما غلط في بعض الأحيان تفسر انها فهمها غلط وفي بعض الاوقات او بعض المواقف تفسر ان هو فعلا متجاهلها او مهمل في حقها بس خلينا نتفق هنا في نقطه انت لما تهمل في حق زوجتك انت كده بتهمل في حقك لما بتتجاهلها في بعض المواقف انت كده بتتجاهل نفسك خلينا برضو نقول ان التجاهل ازاي بيتجاهل نفسه يعني لو هو مثلا بيتجاهل رايها في موضوع ما لو عايز ياخد قرار معين في بيته يخص البيت يخص الاولاد مثلا هو متجاهل تماما وجود المراه أو وجود الزوجه دي في البيت فهو عايز يبقى متسلط برايه زي ما قلتي في البدايه انه انا صاحب القرار فانا راجل البيت فبالتالي بيتحولوا لنفس ال او بيوصلوا لنفس الجزئيه اللي هي انا متجاهل مراتي او هي حاسه ان انا جوزي متجاهلني في التعامل فازاي ساعتها يبقى بيتجاهل في نفسه في بعض المواقف لان الزوجه والزوج هما كيان واحد م. هما كيان واحد المفروض انا لما بتجاهلها قدام الناس ده مش بيقل من قدرها هي ده بيقل من قدري انا كزوج ما بيقلش من شانها شيء خالص لكن بتبان معاملته هو وحشه قدام الناس ان هو مش قادر يحتويها ان هو مش قادر يحطها في قائمه اولوياته ونرجع بنقول برضو ممكن تكون الظروف ضغوط الحياه هي اللي مش قادره تخليه يعبر عن ده او او تخليها واصلها كده ان هو متجاهلها ان هو مش مهتم بيها ان هو مش ان هي مش في قائمه اولوياته اي بس اسمحي لي يا دكتور يعني طبعا انا مع احترامي الشديد لراي حضرتك في بعض الناس او بعض الاسر لما بيلاقوا الزوج مثلا متجاهل زوجته كل اللي حواليها بيتبعوا نفس الاسلوب معاها لأن هم شايفين انه الشخص ده مش مدي الاحترام الكافي لزوجته لزكت. أه؟ فبالتالي هم مش بيدوها نفس الاحترام ولا بيدوها نفس المكانه لانه شايفين اقرب حد ليها بيتعامل بالزبط. معاها بتجاهل بالظبط فدي بتبقى المشكله الاكبر بقى فازاي وقتها الزوج يتعامل والزوجه كمان تتعامل المفروض ان احنا نقعد مع بعض نفتح حوار انت ده دج... يعني حصل موقف منك معين آه انا ما كنتش حابه يحصل منك يبقى في حوار في تفاوض ما بيننا نقدر نوصل لحل ابتدي بالراحه كده افهمه انت غلطت في النقطه دي طب انا حصل مني حاجه ان انت توصل للصوره دي او توصلها للناس وتوصلها لي اللي هي التجاهل طبعا وعدم الاهتمام نبتدي نفتح حوار بناء ما بيننا عايز اقول نقطه احنا مش عايشين في البيت لوحدنا احنا عايشين معانا افراد ثانيه اللي هم الاولاد فطبعا الولد لما يشوف باباه بيتعامل مع مامته كده تفتكري هيكون الولد ايه بعد كده مم. طيب جزئية تانية مهمة جدا جدا فكرة احراج الزوج للزوجة جميل. طول الوقت طول الوقت يتريق عليها شوية يقلل منها شوية يتريق على حاجة مثلا بتعملها يتريق على طريقتها يتريق على اكلها حتى انه بتعمل اكل واحد يعني بتريق على اي حاجة وبيقلل منها بشكل مستمر مش قايمة بدورها المفروض انها تقوم بيه في البيت فالتقليل من الزوجة لأي أي حد بيوصل الزوجة والزوج لمرحلة وحشة جدا والعلاقة دي ممكن توصل في آخر أنها تفشل طبعا هو أنا لما أقلل من قدر زوجتي قدام الناس وقدام نفسي أنا قبل أي حد طبعا ده يعني بيجرح مشاعرها وبيسبب لها شرخ نفسي جامد جدا تبتدي العلاقة تبعد تبعد تبتدي في حواجز تتبني ما بيني وما بينه تبتدي حالة من الرفض لي ولشخصه ولوجوده في البيت طيب انا ليه برضو اوصل للدنيا لكده ليه انا اوصل للموضوع ان يوصل حالة من النفور وحالة من الشرخ النفسي داخل الزوجة اتجاه زوجها م. المفروض انا كزوج اقدر اتقبل هي لو فيها عيب اقدر اتقبل عيوبها م. الزوجة لو هو فيه عيب هو هي تتكيف مع عيوبه م. ما توصلش ان انا احرجها او اقلل من قيمتها او من قدرها او من شانها قدام الناس م. لان ده بيبقى طبعا برضو هرجع واقول بيبقى تقليل من قدر الزوج م. مش تقليل من قدر الزوجه انت لما تقلل من قيمتها قدام الناس برضو هتبقى بتقل من قيمتك انت قدام الناس طبعا انت لما تهينها قدام الناس برضو بتقل من قيمتك ومن قيمتك انت قدام الناس صحيح طيب احنا معانا تليفون معانا رانيا من فين من المنيا الو أم مساء الخير مساء الخير ازيك اتفضلي ازيك عامل ايه؟ تمام آه كنت عايزه كنت عايزه اسال الدكتوره بس شويه اتفضلي هو حضرتك لو الواحد حاول في كل اللي حضرتك بتقول عليه النقاش والكلام والتفاهم وبرضه فشل في ان هو يشوف اللي قدامه يحتويه انا دايما مهمش معاه دائما مثلا مش واخد باله مني دائما مثلا مش مسنديه خالص كل بس طلبه ان مطوحش من البيت وخلاص على كده لكن يعني هو بيتكلم معاه يعني شوفني عايزه ايه مفيش فايده ايوه يعني يعني رانيا بس عشان انا مش مش سامعين كل الكلام انه بتتكلمي على فكره ان الزوج والزوجه حد فيهم او الزوج مش مش عايز حاجه او مش مش مهتم قوي بالزوجه فمش عايز يخرجها من البيت مش بيتكلموا مع بعض مش 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 بيعيشوا عيشه كويسه مع بعض ولا تقصدي ايه؟ آه ايوه يا دكتوره انا انا مهمش يعني انا بس دوري اني اطبخ واكل وامسح لكن كلمه كويسه لكن انا مثلا مش مع بعض زي اي اثنين ما فيش وعلى فكره دكتور انا برضه كانت في الخصومه ومفيش كلام كويس يعني حضرتك كنت لسه بتقولي من شويه ان فيه كلام في كلام كويس في الخطوبه وبعد كده لا لا انا مش كده انا لا ولا بعض اوكي خلاص هترد عليك يا دكتوره بشكرك بشكرك <applause> هي مهمشه يعني بتقول فكره تهميش انه الزوج ده مش مهتم خالص وبتقول نقطة إن إحنا كنا بنتكلم على إنه الراجل ممكن يتغير ما بين الخطوبة للجواز بيقول كلام كويس قبل وما بيقولش حاجة بعد لا هي بتقول إنه لا قبل ولا بعد هي من من البداية خالص الدنيا صعبة و غير انها كمان مهمشه في في البيت وفي العلاقه وفي التعامل مع بعض هو مم يفضل سايبه في البيت ومش عايزه تخرج ومش عايزه تقابل حد فالموضوع ده تتعامل معاه ازاي هي فكرت ان انت يعني مدام رانيا فكرت تفتح حوار قبل كده تشوف ايه الاسباب لان غالبا موضوع التهميش ده ده وراء اسباب ليه انت بتتعامل معايا كاني مش موجوده في حياتك ليه انت بتتعامل معايا كاني حد جاي لنظافه البيت ونظافه الولاد وعمايل الاكل ليه ليه انت بتقلل من قدري بتقلل من قيمتي كل الحاجات دي هي تحاول تفتح معاه حوار توصل تشوف ايه الاسباب ايه الاسباب اللي وصلته لكده ممكن يكون وغالبا دي طبيعته هو حد قليل الكلام قوي حد مش فارق معاه وجود الست في حياته اه تحاول تتكلم تفتح حوار معاه تحاول تدخل حد تاني يكون مصدر ثقه للطرفين زي اب الاعتراف مثلا تروح تتكلم معاه تحكي معاه طب انت يا ابونا تنصحني اعمل ايه انا طبعا ما شفتش الزوج عشان اقدر احكم عليه ولكن احنا بنتكلم في الاطار العام تشوف حد مرشد يكون كويس يكون هو بيثق في كلامه يبقى معاهم هما الاثنين نحاول نتكلم ونفتح حوار ونقاش نقدر نوصل لنقطه نتفق فيها احنا الاتنين صحيح طيب ناخد كده خطا اخير قبل ما نطلع للفاصل الاعلاني الزوج في بعض الازواج مش كلهم طبعا لانه في ازواج في النقطه دي بصراحه يحترموا جدا بيغيروا من نجاح زوجاتهم فمش بيساندوها مش بيشجعوها مش بيخلوها تنزل تشوف شغلها بيحبطوها طول الوقت بيحسوها انها بلا قيمه فالخطا ده ممكن يتم ازاي التعامل معاه اولا ده بيبقى جاي نتيجه ثقافات بيئات بيئتي غير بيئته وارد ان تكون الزوجه في العيله اللي جاي منها الزوج مش واخده حقها بالقدر الكافي لا انت عايزه تشتغلي خلاص انت تحملي بقى نتيجه شغلك ونتيجه البيت ونتيجه الاولاد وانا محبش اي تقصير تجاه واجباتي ولا تجاه ولادي ولا تجاه ولا اي تقصير في اي حق من حقوقي من هنا بقى تبتدي المراه تتحمل مسؤوليه اكبر لان هي مش لاقيه السند ليها تمام. المفروض هو اللي بيسندها في حياتها هي بتستمد قوتها منه هو يعني برضو المواقف دي بتخلي في تباعد وكل المسافه ما بعدت ما بيني وما بين آه ما بين الزوجه والزوج كل ما اصبحت في حواجز مبنيه ما بين الاثنين واصبحت العلاقات علاقات مهمشه مجرد ان هو زوج قدام الناس ومجرد انها زوجه قدام الناس طب ليه بنعمل كده؟ ليه نوصل لكده؟ لي لا انت خلي بالك انت مصدر الامان لزوجتك. إنت مصدر القوة لزوجتك إنت مصدر السند لزوجتك زوجتك لما تكون ناجحة نجاحها ده هيقول ليك مش هيقول ليها هيقول ليها بس بعدك مش قبلك هتقول آه هيقولوا ده فلان واقف جنب مراته سندها مش آه مخليها وأنا أعرف حد آه زوجته حد عم يعني عاملة بتشتغل ومع ذلك بتدرس وشايفة مسؤوليات بيتها واولادها صدقيني بامانه الزوج بياخد اجازه في اليوم اللي هي نازله فيه الجامعه تشوف دراستها وتشوف مسؤوليتها على حسابه مم. ويقعد يراعي الولاد وياكلهم ويجيبهم من المدرسه ويودهم الدروس وقد ايه وقت لان بعدها. هو يهمه نجاحها بالظبط نجاحها من نجاحه بالظبط بالظبط احنا ليه بنجزق ما بين الراجل وما بين المراه ده الاثنين بقوا جسد واحد يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته بالزبط. يعني اصبحنا احنا الاثنين كيان واحد طب ليه ليه المعامله دي ليه النقطه دي مش وصلنا مم. اعرف حد تاني برضو أه حبوا يدخلوا مشروع أه المشروع ده قبله فيه صعوبات جامده جدا الزوج ابتدى يتراجع ويقول للزوجه يلا نرجع يلا نعيش حياتنا زي ما كنا عايشينها خلاص احنا جربنا حياتنا هي قالت له لا انا مصره ان انا اكمل انا ما أتعودتش ان انا اخد خطوه واتراجع فيها الاستسلام وما قدرتش ما حبيتش انها تستسلم وبقت هي مصدر القوه لي بقت هي مصدر التشجيع لي بقت هي مصدر الثقه لي ابتدى يستمد قوته تاني منها اذا احنا الاثنين بنكمل بعض بالظبط جميل خلينا نخرج مع حضرتك مع كل المشاهدين لفاصل اعلاني ونرجع بقى نكمل كلامنا عن موضوعنا النهارده بس هنتكلم في الجزء اللي جاي بعد الفاصل الاعلاني عن الاخطاء اللي بتصدر من الزوجه في علاقتها بزوجها فاستنونا مره ثانيه كملين معاكم حلقتنا النهارده الجزء الثاني اتكلمنا في الجزء الاولاني عن الاخطاء اللي بيقع فيها الزوج في تعاملاته مع الزوجه دلوقتي احنا محتاجين كمان نعرف مش هينفع نبقي آآ يعني بنروح ناحيه الزوجه ولانها هي الطرف الاضعف ولانها هي اللي مغلوبه علي امرها مثلا او هي اللي طول الوقت مظلومه في البيت لا الحقيقه احنا برضو كزوجات بنعمل اخطاء كتيره جدا ممكن تسبب مشاكل كبيره في البيت فلازم نبقي فاهمين احنا ايه الاخطاء اللي بتتعمل وازاي نتعامل معاها علشان نعرف نصلح من نفسنا ده كله لسه مكملين كلامنا فيه مع ضيفتنا اللي نورانا دكتور راندا فايق اتكلم مع بقى في الاخطاء بتاعت الزوجه تقول لنا بقى اهم الاخطاء او اكتر حاجه الزوجه بتعملها غلط بتعمل مشكله كبيره الكلام امم للاسف الكلام ده مشكله قويه جدا 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 كلام يعني. مع الناس بره البيت ولا الكلام اللي جوه البيت الكلام اللي جوه البيت خلينا في اللي جوه البيت عشان هيفرق معانا اكتر من اللي خارج البيت تمام اكتر المشاكل اللي بتقع او الاخطاء اللي بتقع فيها الزوجات هي الكلام بس برضو خلينا نلتمس لها العذر يعني آه هي بتبقى محتاجه حد يسمعها بتبقى محتاجه تخرج الطاقه اللي جواها ده آه بتبقى محتاجه تشتكي آه تشتكي ايوه <applause> <applause> تطلع اللي جواها ده فهتلاقي مين مفيش قدامها غير الزوج مم. طيب الزوج ده احنا اتفقنا من الاول ان هو الامان وان هو السند وان هو الثقه طيب انا مش واثق في اي حد ان انا اكلمه انا مثلا الست اللي بتشتغل دي ست مضغوطه جدا هنفترض حصل موقف في الشغل آه وضايقها هتروح لمين ته... تشكيله وتحكيله وتحكي له وتاخد برايه. وبعدين الستات كمان بيتكلموا في التفاصيل يعني بالزبط. بيحبوا است... يحكوا الموضوع بالظبط النهارده حصل الساعه كذا وقال لي كذا وقلت لها كذا وعملت داخلة... كذا. داخل التركيبه بتاعه آه. الزوجه بالزبط. داخل الست نفسها آه ان الست بتهتم بالتفاصيل قوي آه الراجل يهتم بالصوره العامه بالصوره الكليه هو ما هو ما عندوش خلق يسمع آه يعني يعني هاتي من الاخر آه. هاتي من وده الإخير. وده خ... يعني ده غلط ده ده المشكله اللي بتحصل بس بقى. احنا لازم برضو نلتمس له العذر لان هو تفكيره كده هو عقليته كده هي تركيبته كده احنا لازم نتقبل بعضنا ونتقبل عيوبنا قبل ما نتقبل مميزاتنا علشان نقدر يبقى في توافق ما بيننا طب لو هنتكلم في نقطه الكلام الكتير دي والتفاصيل الكتير اللي الزوجه مش بيعرف يتعامل معاها قوي وهي طبع اساسي من طباع المراه اوكي آه، ازاى تعرف تلخص اللى عايزه تقوله فى كلام يوصله بشكل صحيح هى مش هتلخص بالصوره الكافيه هى برضو لازم تقعد وتحكى وتقوله لازم التفاصيل الموضوع. عندها جزء اساسى بس احيانا لازم تسمعها هي بتحس ان انت لما بتبقى متجاهلها اه اتكلمي انا سامعك وانت حاطط مثلا وشك في قلب الموبايل او بصص على التلفزيون ده كله تحس ان انت بتقلل منها بتهنها بتستهزئ بيها طبعا بتضايق في نفسيتها كل الحاجات دي بتجرح لكن انا بقى بوجه كلامي للزوج دلوقتي من فضلك من فضلك اقعد واسمع زوجتك انت لما عينك تيجي في عينها هي هتحس بان انت مهتم, مهتم بن بالثقة ان انت بتديها ثقة واحيانا ممكن ورا الكلام الكتير ده يبقى فيه فعلا مشكلة حقيقية ورا كلامها ده وعايزة تسمع منك كلمة تسندها وتقويها عايز تقول لها ما يهمكيش انا معاكي انا في ظهرك انا امانك انا سندك ما تقلقيش ما فيش مشكلة ما لهاش حل طب بما اننا بنتكلم على موضوع الكلام ده على انه خطأ من اخطاء الزوجة انا عايزة اكمل الجزئية دي في امتى المراه تتكلم مع جوزها لان بما اننا بقى اتكلمنا على اخطاء الزوج فلازم برضو ما نبقاش جايين طول الوقت على الزوج بس نبيعمل بيعمل غلطات او انه يفضل بس هو اللي يسمع طول الوقت الزوجه اوقات كتير بتختار الوقت الغلط في الكلام يبقى لسه داخل من الشغل وتعبان واللي و... طول على وكي... الشقه انا عندي موضوع أنا عندي احنا مشكلة. لازم نقعد نتكلم دلوقتي آه. حالا لا المفروض كده تدي للراجل بريك كده اول ما يدخل البيت يعني فرصه كده حتى يغسل وشه ويغير هدومه ياخد بريك نص ساعه كده آه ناكل مع بعض كده بعد كده نبتدي نتكلم انا عندي مشكله بقى اسمع رايك فيها، تقول لي اعمل ايه؟ تقول لي اتصرف ازاي؟ آه لو سمحت ممكن تقعد وتسمعني، آه انا محتاجه اسمع رايك، ما مش اول ما يدخل كده من البيت من باب البيت يلا انا اقعد دلوقتي انا عندي عايزه اتكلم انا عندي مشكله مم. لازم نوصل لحل، لا نختار الوقت المناسب، ما تنسيش ان هو جاي بعد يوم طويل شغل آه محتاج يرتاح، الراجل محتاج يفصل، تركيبه الراجل غير تركيبه الست، الست ممكن تقدر تعمل اكتر من حاجه او اكتر من موضوع في وقت واحد الراجل ما يقدرش يعمل غير حاجه واحده بس يخلصها يبتدي حاجه تانية الراجل لو بصينا للتركيبه العقل بتاعته هنلاقي العقل عند الراجل متقسم لفايلات فايل, فايل 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 للشغل فايل للولاد فايل للبيت فايل للحاجات متقسم فايلات ما عندوش فايلات بتتفتح في نفس الوقت لا 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 هو حاجه تخلص نفتح حاجه ثانيه <applause> ما عندوش القدرة أنه هو يفتح أكتر من حاجة في وقت واحد على عكس الست الست عندها القدره انها تعمل اكتر من حاجه في وقت واحد أيوه؟ تفتح اكتر من موضوع في وقت واحد يعني احنا لو بنتكلم مثلا اتنين ستات مع بعض وفي حد تالت ب... لو حد تالت بيتكلم جنبينا احنا ممكن فجاه نرد على الثالث اللي قاعد بيتكلم <تصفح> واحنا اصلا <تصفح> ودهنا <إن> شغاله لوحدها في نفس الوقت اللي بنتكلم فيه نبقى بنطبخ نبقى بنشتغل <تصفح> نبقى بناكل <تصفح> نبقى بنعمل حاجات كتير لكن هنرجع للراجل تاني لو عندي فايل من الفايلات دي بوز ولا نشكر ربنا في ثلاث تربح شغالين لكن الست عقليتها عامله زي الدولاب لو حاجه اتاثرت بتاثر على الباقي كله م. وبتاثر على نفسيتها وبتاثر على شخصيتها وبتاثر على مدة تلاقي كل الدنيا باظت عكس الراجل الراجل بيقدر يفصل فعشان كده من فضلك لما يدخل من الشغل اديله قسط من الراحه كده شويه ربع ساعه نص ساعه خليه يفصل خليه يجدد الطاقه بتاعته خليه يجدد المود بتاعه طب بما ان حضرتك بداتي بقى كده بانه في شويه نصايح للمراه خلينا نتكلم بقى علشان برضو نبقى الحلقه مفيده بالنسبه للسيدات اللي بيشوفونا دلوقتي المفاتيح بتاعه الراجل لانه بما اننا برنامج مراه واحنا عايزين كل البيوت تبقى كويسه وده الهدف الرئيسي من كل حلقه بنتكلم فيها في اي مشكله في علاقه في حياتنا مع ربنا نفسنا البيوت كلها تبقى كويسه وسليمه 100% المفاتيح اللي المفروض تبقى في ايدين الست علشان تبقى عارفه تقرا كتالوج الراجل اول حاجه واهم حاجه الاحترام لازم تحترمي جوزك قدام نفسك قدام اولادك قدام الناس ما تقلليش من شانه امدحي فيه قدام اهلك قدام المجتمع او الوسط او المحيط اللي انتوا بتعيشوا فيه الاحترام يا للاحترام التشجيع هنفترض ان الزوج قابل مشكله المشكله دي هي بقى طبعا بصفه انها عندها خطا جامد جدا وهو الكلام هو طبعا داخل الزوج لما بيتعرض لمشكله بيتبع الصمت بيدخل الكهف بتاعه ويعيش مع نفسه ليله ليلتين لحد ما يجمع تفكيره ويقدر هيشوف هيقدر يخرج بنتيجه ايه من المشكله دي هي لا قولي <applause> عرفني في ايه كلمني على فكره بس برضه والارشاد يعني لا أه لازم لا دا نوع النصيحه بتاعتها ما هو يعني. ده نوع من انواع الاهتمام يعني احنا يعني الراجل دايما بيفسر الحته دي على انها هي مقتحمه حياتي مش مدياني الحريه كافية في حين انه عندها هي الموضوع مختلف انا بس بحب انا, أنا بيه دلوقتي بيك. من فضلك سيبيني دلوقتي هنتكلم وهنقعد وهنحكي بس لما أجمع انا تفكيري وتركيزي لان زي ما قلنا الراجل بيعتمد اكتر على التفكير وعلى الحسابات العقل بالنسبه له هو اله حاسبه كالكوليتر الست بالنسبه لها العقل بتاعها عباره عن مشاعر عن عواطف هي بتتكلم من دافع الاهتمام والحب والمشاعر والعاطفه هو مش كده هو بيبقى محتاج يفصل ويدخل الكهف بتاعه كده يقعد مع نفسه ليله ليلتين يقدر يشوف هو هيتصرف ازاي فعشان كده بقولك لك احترمي رغبته دي احترم الرغبه دي خرج واتكلم ابتدي شجعي لا افتكر احنا ياما عدينا بمواقف كانت صعبه علينا وربنا عدها بسلام وربنا ادانا فيها تعزيه افتكر ربنا كان واقف جنبنا افتكر دايما ان انت قدها وقدود ان انت حد ثقه ده احنا اللي بنستمد ثقتنا منك احنا اللي بنستمد قوتنا منك تبتدي تشجع الاحترام التشجيع نيجي لاخر نقطه في مفاتيح الراجل وهي انا بعتبرها نتيجه للاثنين اللي قبليهم الثقه هو بقى عنده القدر الكافي من الاحترام المتبادل من الاطراف والمحيطين بيه عنده التشجيع خلاص بقى بنى عندي جدار قوي من الثقه بقى خلاص بقى في ثقه هقدر ان انا اعتمد بيها على نفسي هقدر ما آه، ظن اللي حواليا فيا لا مراتي ولا ولادي وهقدر اكسبهم آه، هبتدي انا كده بقى حصل عندي تجديد خلاص قوتي اتجددت هقدر اقوم تاني وهقدر اكمل تاني يبقى انا عندي ثلاث حاجات في مفاتيح شخصيه الزوج الاحترام التشجيع الثقه. طب لو احنا بنتكلم بقى في حاجه كل الناس وكل الاسر بتعدي بيها اللي هي لو الزوجه عندها مشكله بتفضل تتكلم مع زوج كتير عشان تحكي له المشكله بتبقى ايه او بتبقى الزوجه دي محتاجه منه ايه في الوقت اللي بتحكي فيه ده رقم واحد الطرف الثاني لانه لازم نتكلم دلوقتي في الطرفين طرفين. لو الزوج عنده مشكله وبيحكي مع زوجته في مشكلته هو مستني منها تعمل ايه اول نقطه لو الزوج عندها مشكله هي هتستنى من زوجها ايه أه هتستنى منه شويه نقاط قليلين يعني هت... هيقول لها انا جنبك انا سندك انا معاكي ما تخافيش مفيش مشكله ملهاش حل انا معاكي ده بيديها ثقه بنفسها يديها حلول تبقى محتاجه الست في الوقت ده حلول؟ هو بيساعدها اه بيساعدها بيخرجها بره المشكله خالص علشان تقدر تفكر تقدر ازاي تتصرف في المشكله دي أوكي. تقدر هي تستنتج حلول من نفسها بس بتبقى هي مطمنه عشان حاسه ان في حد سندها ان آه، يعني في حد داعمها الراجل آه الراجل آه لما يكون آه عنده مشكلة. مشكله اه هو بيفضل الانعزال بيفضل الصمت لو خرج وحكى مستني منها حاجه ولا برضو مستني تسمعه خلاص آه غالبا هو مش بيبقى مستني هو بيتكلم من باب الفضفضه اوكي لان هو بيقدر يوصل للحلول وبيقدر يوصل للنتيجه آه من غير ما ي... ما ياخد رايها او هو مش مستني راي منها دكتوران فاي اخصائيه الارشاد النفسي والاسري ومداره التنميه البشريه ودعم وتاهيل نفسي وماجستير في الشخصيه وعلاقتها بجوده الحياه بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا النهارده شكرا. نورتينا النهارده من سيري ربنا خليك. اشكرك مشاهدينا بشكركم على حسن متابعتكم لينا النهارده في مانيا جدها لسه عندنا مواضيع كتير لو عندك أي سؤال أو استفسار أو أي حاجة حابين تقترحوها إننا نناقشها في برنامجكم مانيا جدها ابعتوها لنا على صفحتنا الخاصة بالبرنامج أو على صفحة القناة سي تي في شانل على الفيسبوك يوم الأربعاء اللي جاي هتبقى معاكم ميرفت قبل ما بساعة وحلقة جديدة ومانيا جدها